أفلام كثيرة التي قدمت إلى المعهد التقني والمؤسسة العامة للسينما، وبعد دراسة هذه الأفلام ومشاهدتها تم اختيار الأفضل، وهناك جوائز سوف توزعها السيدة الوزيرة في ختام المهرجان. طبعا ولا ننسى دور المؤسسة العامة للسينما التي كانت شريك حقيقي للمعهد التقني للفنون التطبيقية في هذا المهرجان، وأيضا مديرية المسارح والموسيقى، وكان في اللجان من خيرة خبراء المسرح والسينما في سوريا. أهمية إقامة هذه الفعاليات وخصوصا لما بتاخذ الصبغة الطلابية هي مهمة جدا، بتتيح الفرصة للشباب اللي مبلشين حياتهم المهنية بشكل أو بآخر لإثبات نفسهم عن طريق الأفلام اللي عم بيشتغلوها. طبعا نحن بنشوف حالنا بكل موهبة سورية، نحن بنعتز بكل شاب سوري مبدع موهوب وجاهزين لندعمه بأي حال من الحالات. بنتمنى من الشباب كلياتهم اللي عندهم اندفاع أو عندهم مشروع سينمائي يشتغلوا كتير، لأنه أنا دائما بقول المشروع السينمائي والسينما هي طريقة حياة وهي بتحتاج إلى الكثير من العمل. حبينا أنه ننطلق بهي الفكرة وتكون أول مرة بتصير بسوريا، هو مهرجان سينما طلابي. خاطبنا جامعات بتشبهنا، خاطبنا معاهد بتشبهنا برا، جانا من دول أجنبية، جانا من دول عربية، ومن داخل سوريا طلاب دبلوم بالمؤسسة العامة للسينما، ومن طلابنا اللي داخل المعهد شاركنا بأفلامهم. طبعا عرضت كل الأفلام على المؤسسة العامة للسينما، تم القبول على شيء وشيء رفض طبعا ضمن الرقابة اللي انحطت، وبلشنا وجهزنا الافتتاح طبعا بدعم كبير من الوزارة، لوصلنا لهذا اليوم اللي افتتحنا فيه مهرجاننا. فكرة المهرجان اجت لحتى نطلع مجموعة الطلاب تبعنا والشباب المهتمين بالسينما على نوعية عالية من الأفلام، ويقارنوا نمط العمل تبعهم وأسلوبيتهم بأشخاص من نفس العمر ونفس التجربة بس بدول تانية. De que fuéramos después al Café Latin, ¿te acuerdas? A París. Es tu gran oportunidad para darte a conocer. Pero necesitaríamos unos cuantos bocetos más, una obra.